لو الحكاية فيها إن فيديو. نروح بعد كده لبرج العذراء. مواليد العذراء النهاردة عندهم طاقة رائعة كبيرة، وهيعرفوا ان هم يعتنوا بنفسهم ويعرفوا ان هم ينشروا افكارهم. مواليد العذراء النهاردة ليه عندهم ده كله؟ لان عندهم القمر مازال في برجهم وبيديهم سحر وجاذبية وتألق، ويعرفوا يأثروا في كل اللي حواليهم وخصوصا في الجنس الاخر.